السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین و دنیا کی جامع دعائیں سیکھیں گے. اللہم انی اسألک العفو والعافية فی الدنیا والآخرة. اللہم انی أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء وبرد، العيش بعد الموت. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. آپ بھی کوشش کریں ان دعاؤں کو یاد کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.